اهلا وسهلا متابعينا وحبايبنا متابعين الاسترلاب. اليوم فرتنا غير، اليوم نسولف هي احلى جمهوريه في العالم وهي الجمهوريه السوريه. خلنا نشوف الشعب البحريني وايش يعرف عن سوريا، عن ممثلين سوريا، عن هالبلد الغالي وايش فيه من سياحه. عمي مو تختصر وجي ويانا ابو جاسم الوري. هلا. وايش هي الدولة اللي عندها حدود مع لبنان وتركيا والعراق والأردن وفلسطين؟ تركيا وفلسطين والعراق. سوريا. سوريا. العراق والأردن وفلسطين. سوريا. أوف قوى عمي في الاجتماعيات. لبنان وتركيا والعراق والأردن وفلسطين. سوريا. سوريا عمي. لا قوى عمي. هي لبنان وتركيا والعراق والأردن وفلسطين. سوريا. أوف. أنت ويا عمي. تركيا. سوريا. سوريا وياه 100% ما في غير. ايه سوريا. عمي ما في تغيير. يعني سوريا. هي سوريا عمي، يعني الحين 1-0 اليهم. العراق والاردن وتركيا وفلسطين. لبنان والاردن. قبرص؟ لا هم مشهورين بالقبضايات والزلم. سوريا؟ سوريا عمي. بلد يربط بين العراق تركيا ولبنان. فلسطين. فلسطين. خلينا نقول جمهورية. الاردن. جمهورية سوريا. سوريا عمي. مصر. شو؟ لا ليبيا. سوريا. سوريا. اي صح. دارس اجتماعيات. دارس اجتماعيات. يبين عليك لابتوب وغيره. يعني انتبه بتكنسلنا. زين عمي. ويش هي عاصمة سوريا؟ سوريا اعرفها بس نسيتها. مو نسيتها اتذكرها لكن. هي بحرف الدال. دمشق. دمشق. اكبر مدينة في سوريا. عارف الصراحة. ساعات احنا نقول فستق. فستق؟ فستق نقول يا كلمة فستق. واجي الدال فستق واجي فستق. حلبي نقول. حلبي؟ حلب؟ حلب. حلب. مدينة هي حلب في سوريا عمي. دمشق. دمشق. ايه. زين عمي أكبر مدينة في سوريا. دمشق. لا. عطني زين. هي صح إنها عاصمة بس ويش هي أكبر مدينة؟ في أكبر من دمشق. يتصدر من هالبلد الفستق وهالأمور. ذاكر لك عليها شوي. نسأل جمهورنا. جمهورنا الورد اكبر مدينه في سوريا احرق لي التعليقات واكتب لي وش اكبر مدينه في سوريا. دمشق. دمشق. لا عم انت مدرس اجتماعي. لا والله لعبت الاجتماعيات. اكبر مدينه في سوريا ما اريد هي العاصمه دمشق او حلب مو متاكد صراحه ما اريد العاصمه نفسها هي اكبر. لا ما العاصمه يعني عندك ما اريد حلب الكل هذا اكبر مدينه في سوريا هي صح دمشق ما ادري يمكن دير الزور ما يصدر من عندهم فستق يصدر احنا ساعات تسمع يقولون فستق وشو قلت لك حلب حلبي حلب عمي فستق حلبي يعني ايوه حلب الفستق الحلبي نفسه من حلب يجي كذي يعني دمشق دمشق ويا عمي في ناس تقول حلب اي ويا دمشق هي حلب دمشق دمشق اكبر مدينه في سوريا دمشق لا حلب صح العاصمه وشو حلب ويا ويقول حلب لا لا ما قلت بس ما ادري يعني بس ما اقول حلب دمشق نقول دمشق 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 2-1 نقدر نقول له حلو له حلو دمشق دمشق عمي اكبر مدينه في سوريا حلب حلب عمي اكبر مدينه في سوريا هي حلب وانت اول واحد سير تجيبها الكل قد هي حلب عمي عاصمه سوريا حلب تاكد حلب حلب او دمشق دمشق عمي أكبر مدينة في سوريا دمشق دمشق هي عاصمة بس مو هي أكبر مدينة حلب حلب عمي أكبر مدينة لا عمي فجر أنت في الاجتماعيات شكلك 100 زين عمي الوريد ويش اسم الرئيس الحالي الجمهورية السورية بشار الأسد بشار الأسد أنت أحلى أسد عمي حافظ لا هذا الحافظ أبو اللي هو بشار 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 الأسد بشار الأسد وأنت أسد داخل في كبير يعطيك العافية بشار الأسد بشار الأسد عمي في ناس ايه؟ تقول حافظ الأسد لا بشار الأسد بشار الأسد ثبت ايه؟ عليه ثبت عليه اسم الرئيس لا ما أعرف الصراحة اثنين ما أعرف الله غلب غششني ها غششني فيها أسد فيها أسد بشار الأسد بشار الأسد عمي حاليا بشار الأسد هو احين 2-2 عمي بشار 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 الاسد بشار الاسد بشار الاسد بشار الاسد
زرت قبل سوريا عمي؟ لا والله. ولا ما الله في المستقبل ما في شيء يشدك تزورها؟ بلا شو ما شف... تاريخ سوريا شو ما شدنا نزورها تاريخ ان شاء الله باذن الله ان شاء الله تعدل اوضاع سوريا ونزورها ان شاء الله ان شاء الله. زرت سوريا قبل؟ اي مرتين. مرتين وايش هناك سياحه؟ لو بنقول بنروح زياره وبنروح سياحه نقدر او بس زياره؟ اي بطلع بالعكس واجد حلوه يعني. رحنا احنا رحنا حلب. رحنا كم منطقه هناك؟ رحنا بلودان منطقه واجد حلوه، ومن هناك رحنا الى لبنان. وايش ايش حلوه بلودان؟ الثلج. الثلج يطيح فيها ثلج. بلودان اسحاب مو ماني ساحب، لان عندي متابعين يضربون سبسكرايب ويتابعون القناه ويضربون لايكات وولعون الدنيا، فما له داعي اسحاب. مو هيك سوري غير هذا يا الورد. انبه اعرف الشعب البحريني ومتابعينا الاعزاء، زاروا سوريا قبل؟ وإذا زاروها هل هي بلد سياحي أو لا؟ اليوم دور الجمهور يتكلم ودور الجيش الاسترلابي يسولف وأنا أسكت. زين عمي في مسلسل سوري من هناك تابع شيء؟ بو لا حين ما تابع قبل شو اسمه والله نسيت اسامي زهايمر صيدني. لا في 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 مسلسلات وايد سوري. شو اسمه غوار الغوار حلو. ايه؟ حلو بس لازم في مسلسل تابعته خالي في ابو العز وابو شهاب لازم خالي. ها باب الحاره. باب الحاره والله ما بكذب ما بكذب عليك واقول لك تابعته ما تابعته كذي يعني. بس انا كنت اتابع قبل مسلسلات سوريا الحين ما تابع ما تابع بس الحين على المسلسلات. ولا مسلسل ولا مسلسل ما يصير. لا تركي يعني عمرك بتقول لي عمرك ما سمعت ابو العز ابو شهاب ولا باب الحاره؟ وانت عمي باب الحاره بس كله باب ما تابع بس اعرفه يعني. اتوقع اوراق متساقطه او شيء كذي. اوراق متساقطه منو يمثل فيه؟ والله ما اعرف. في مسلسل بعد في عبود ما اعرف في في كم مسلسل نفس باب الحاره. في كلمه عز؟ لا رجال العز ما سمعتون عنه قبل؟ رجال العز سامع في المسلسل. في ممثل قدير وفنان ولي كل احترام قصي خولي. لا ما عرفت ما تابعتونه ولا ما عرفت. في في واجن مثلي ولادة من الخاسرة. الله من الممثلين السوريين اللي يجذبونك؟ تيم حسن. تيم حسن انا عندي اذا بتسألنا اقول لك قصي خولي عندي نمبر 1 قصي خولي. يعتمد اذواق لولا الاذواق لبارت السلع. لا احساس وشهامه تحس فيه قصي خولي فيه الشهامه بالضبط يعني دوره اذا ابضاي وده الدور الابضاي والشهامه يعني يناسب عليه كهو. في النهايه ممثل وظيفته في النهايه هو ممثل بس انا اشوف فيها الشنه يا اخي. الاتقان ترى شيء واداء الشخصيه شيء ثاني. عدل عدل كلام بس انا اتحكي لك عن الاتقان. انا عن نفسي في النهايه اذواق انزين شكله ما يعجب قصي خولي. لا لا مو ما يعجبني بس اذا في مقارنه ففرق شاسع بين تيم حسن وقصي خولي. وقصي خولي اي واضح يعني انت عندك نمبر 1. لا مو نمبر 1 في ايمن زيدان في ايمن رضا باسم ياخو اها في ممثلين كبار يعني بس مو نمبر 1 يعني. زين قصي خولي او ابو العز؟ قصي خولي. قصي خولي ايه هو غالب اي 100%. وصلنا وياكم متابعينا الاعزاء لنهايه حلقتنا لهذا اليوم. بس انا جايب وياي ورد حق احلى جمهور الجمهور السوري. اليكم هذا الورد بس بشرط تولعون الدنيا تنشرونه في كل محل. مو تسمعني زقريت ابضاي تنشره في كل محل في سوريا ومو بعيد عليكم الا في البحرين ولا في سوريا ومتابعينا في الاردن وفي كل محل. واكتبوا لنا متابعينا الاعزاء وين تبون الاسترلاب اروح اياكم وهي احلى ورد لاحلى ورد الشعب السوري حبايبي.